نواصل معكم برنامج كورة، والبداية مع أخبار شوت. وصف الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة فريقي الأهلي والاتحاد أمس بالمؤسفة والخارجة عن الروح الرياضية والأهداف السامية، وذلك في بيان أصدره عقب إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وأشار الاتحاد السعودي إلى أنه من المفترض ألا تحدث مثل هذه الأمور بين فريقين من بلد واحد ويمثلان الكرة السعودية، وأبدى الاتحاد السعودي رفضه لتلك التصرفات غير الأخلاقية سواء الفردية منها أو الجماعية، على الرغم من إقامة المباراة تحت مظلة وإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأكد رئيس الاتحاد السعودي المؤقت أحمد عيد أن ما حدث بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد في البطولة الآسيوية أمر مؤسف بالفعل، لا يتمنى أحد أن يراه في كرة القدم، خصوصا بين ناديين شقيقين يمثلان المملكة العربية السعودية ومن نفس المدينة وتربطهما الكثير من علاقات الود والتاريخ المشترك، مؤكدا أن الأمر مقلق ولا يمكن أن يقروه أو يقبلوه، وهو لا ينقل الوجه الحقيقي للأهداف السامية التي يحاولون رسمها لكرة القدم السعودية. وبين عيد أنهم سينتظرون قرارات الاتحاد الآسيوي حيال هذا الموضوع، خاصة وأن المباراة تحت مظلته. انضم لاعب فريق الأهلي الشاب مصطفى بصاص إلى معسكر المنتخب السعودي لدرجة الشباب تحت 20 سنة، استعدادا لخوض غمار نهائيات بطولة كأس آسيا لدرجة الشباب والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الأمير فهد بن خالد رئيس نادي الأهلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة أن الفريق في حاجة اللاعب مصطفى بصاص لتمثيل الوطن في نهائي دوري أبطال آسيا للأندية، مبينا أنهم سيسعون لتواجده ضمن الصفوف الأهلاوية. طالبت إدارة نادي التعاون من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي أن تشمل قرارات العقوبات الانضباطية الحكام الذين يرتكبون أخطاء فادحة بحق الأندية وفرقها الرياضية لتحقيق مبدأ المساواة في الثواب والعقاب، خاصة وأن اللجنة تشر عقوباتها ضد رؤساء الأندية عبر وسائل الإعلام، وذلك في بيان أصدرته الإدارة حول قرارات اللجنة والمتضمنة إيقاف لاعب التعاون دياب مجرشي 8 مباريات رسمية لمحاولة الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة التعاون والشباب ضمن مباريات الجولة 10 من دوري زين السعودي، بالإضافة لتغريم رئيس النادي المكلف محمد قاسم مبلغ 50,000 ريال بداعي الإساءة لحكم المباراة نفسها والتحكيم السعودي عبر تصريح فضائي. وأبدت الإدارة التعاونية احتفاظها بحقها في الاستئناف من لائحة الانضباط رغم تقبلها للقرار، مبينة أنها سترفع للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتزويدها بصورة عن تقرير حكم المباراة لترى ما يمكن الاستناد عليه في استئنافها. كما استغربت إدارة التعاون اتخاذ لجنة الانضباط العقوبة الفنية بحق اللاعب دياب مجرشي وإيقافه 8 مباريات، مشيرة إلى أنها ستتطرق لتفاصيل هذه العقوبة وأسس اتخاذها في استئنافها الذي تنوي تقديمه. نفى رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن يكون دخل مباراة فريقه اليوم أمام الفيصلي والتي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لصالح أسرة المشجع الهلالي مبارك المعز رحمه الله. وقال عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: غير صحيح أن دخل مباراة اليوم سيكون لصالح أسرة مبارك المعز رحمه الله، لم نعلن ذلك ولكني وجدته يتردد في أكثر من مكان، لذا وجب التوضيح. مشيرا سموه أن دخل المباريات تقلص كثيرا بسبب الحضور الجماهيري، ولم يعد هناك أي حضور في مدرجات إلا في المباريات النهائية واللقاءات التنافسية. كثف الجهازان الطبي والفني بنادي الفتح جهودهما من أجل تجهيز اللاعبين عن المشاركة مع الفريق بداعي الإصابة، للاستعانة بخدماتهم لدعم الفريق في مشواره خلال منافسات الموسم، حيث يواصل الثنائي ربيع سفياني وفهد عصام سفيان تلقيهما العلاج في عيادة النادي، في الوقت الذي شرع فيه لاعب خط الوسط أحمد الموسى في البرنامج التأهيلي مع المعد البدني، في حين استعان المدير الفني لفريق الفتح التونسي فتح الجبال بخدمات مدافع الفريق الأولمبي عبد الوهاب الخميس. ومن جهة أخرى، واصل فريق الفتح اليوم الخميس تدريباته على ملعبه الرئيسي بالمبرز، وعمد المدير الفني التونسي فتح الجبال على تنويع التدريبات بين النواحي اللياقية والتكتيكية، حيث ركز على تنفيذ الكرات العرضية المثالية واللعب السريع من لمسة واحدة. واختتم الجبال التدريبات بمناورة تكتيكية أجريت على كامل الملعب طبق معها العديد من الجمل التكتيكية.
يذكر أن المركز الإعلامي بنادي الفتح سينظم عند 6 من مساء غد الجمعة مؤتمرا صحفيا تكشف فيه إدارة النادي تفاصيل توقيعها العقد الإعلاني لفريق كرة القدم الأول للموسم الرياضي الحالي مع إحدى شركات السيارات. أهلا بكم متابعينا الكرام، أهلا بمن يتابعنا في برنامج كرة، أسعد بكم وأسعد بالترحيب بضيوفي الكرام الزميل نبيل العبودي نائب رئيس القسم الرياضي في صحيفة الجزيرة. أهلا وسهلا بك. حياك الله أخي محمد، أحييك وحيا أخوكم السادي. أيضا أسعد بالترحيب بالمحلل التحكيمي لبرنامج كرة الزميل عبد الله القحطاني. أهلا وفيك خير. الله يحييك وسعداء بهالتواجد، سعداء بشوفتك بعد غيبة يعني. أجعلك تسلم. من البداية احنا شوي، لأن عندنا أولا الحالات التحكيمية والأحداث كثيرة، طبعا عندنا مباراتين اليوم، هذه بنخليها في الأخير إن شاء الله مع مباراة الأمس، بنسرع الرتم شوي، بنبدأ فيها أخبار شوت، فيها الكثير من الأمور بناخذ منها بعض النقاط اللي تهمنا. خلينا نبدأ بيان إدارة التعاون أنها تصدر بيان للرد على عقوبات لجنة الانضباط، خلينا نبدأ في هذه معك أخي عبد الله. والله طبعا سواء الأمر كان يخص التعاون أو أي نادي، السؤال اللي يعني نأخذها إصدار إدارة أي فريق بيان، نعم، بالنسبة لقرارات لجنة. السؤال يعني اللي ينطرح للجميع، لماذا اللجوء للبيانات بما أن القرار موجود فيه قرار قابل للاستئناف؟ لماذا لا يوفر كل هالمجهود وكل هذا يعني هالحراك القانوني اللي في البيان الى صياغه عريضه استئناف على ما حدث من ضرر يرونه نادي التعاون او غيره من اي قرار؟ يعني لماذا نلجا للبيانات الاعلاميه ومن ثم نلجا للاستئناف، رغم انه يعني لوائح الانضباط واللوائح القانونيه يعني تحذر من تداول اي قضيه لا زالت قائمه اعلاميا. فكيف يعني ترتكب بعض الانديه أخطاء مخالفات قد يعني تكلفها عقوبة أخرى، بينما المجال متاح أمامه أنه يصيغ لا يعني عريضة استئناف أو ورقة استئناف صياغة قانونية بما أن القرار قابل للاستئناف، ويتم ذكر ما ذكر في البيان فيها، وهذه يعني هذا الأجدى للنادي والأفضل للنادي، لأن النادي أكيد أنه يهدف من هالبيان أو حتى هذا من الاستئناف اللي هو تخفيف العقوبة أو إلغائها. تخفيف العقوبة أو إلغائها لن يتم إلا عن طريق لجنة الاستئناف، الإعلام ليس شريك في هالموضوع إلا بعد انتهاء الموضوع، يعني في حالة أنه انتهى الموضوع ممكن يطرح إعلاميا، يطرح من النادي بأي صيغة يرونها دون أن يعني يكون فيها مساس بالحق القانوني للجان القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم. هذا ما أود قوله. جميل، خلنا نأخذ أيضا خبر آخر في من أخبار شوت أيضا لها أهمية كبيرة. إدارة الأهلي تطالب تواجد مصطفى بصاص مع الفريق، طبعا مصطفى بصاص وصل اليوم إلى الإمارات عبد الله للمشاركة مع المنتخب، وهو قائد منتخب الشباب. للربط بس بحديثك، أمس كان معنا سمو الأمير فهد بن خالد، تحدث على أنه نتمنى من إدارة المنتخب أنها يعني تساعدنا في أن يبقى مصطفى، خصوصا أنه نحتاجه إلى أن بنروح في وقت مبكر عشان تأقلم على الأجواء، وبعكس ذلك أن البطولة ستنطلق في 4 نوفمبر والمباراة في 10. أخي محمد، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي بس في البداية أني أتقدم بالعزاء لسر المتوفين هذا اليوم. الحقيقة كانت بالفعل فاجعة، يعني جميع اليوم كان صباح اليوم يشبه بفاجعة للمملكة العربية السعودية بشكل عام والشعب والمنطقة الرياض بشكل عام. وأيضا قبل شوي أنا سمعتك تمتدح بعض الشباب السعودي، الحقيقة هذا هو معدن الشباب السعودي الحقيقي، في وقت الشدائد دائما يظهر الشباب السعودي على حقيقة، مهما كان يعني هناك بعض أحيانا تظهر بعض التصرفات الغير مقبولة، إما عند انتصارات الفوز أو كذا، بما أن احنا في برنامج رياضي أحيانا عند حالات الفوز أو الانتصارات تحدث بعض التصرفات، ولكن عندما تشاهد اليوم مستشفى الحرس المستشفى الملك عبد العزيز بالحرس الوطني، الإقبال الكبير المتبرعين من الشباب السعودي الحقيقة شيء يثلج الصدر. إذا كنا حزننا للوفاة والإصابات، الحقيقة الموقف الإنساني اللي شاهدناه اليوم صباح، الأعداد الكبيرة تتوافد على المستشفيات لتبرع بالدم للمصابين، شيء يعني الحقيقة يفخر كل سعودي بأن هذا هو التصرف وهذا هو المعدن الحقيقي للشباب السعودي. الحديث عن أنا أعتقد أنه حق مشروع، يعني بدينا نتكلم عن الموضوع اللي هو التواجد اللي هو اللاعب بصاص مصطفى بصاص. الآن أول شيء أبارك الفريق الأهلاوي هذا التأهل لجماهيره، أنا أعتقد أنه حق مشروع. إذا عرفنا أنه الاتحاد أيضا كان قبل في مباراة النصف النهائي كان له مطالبات بتواجد فهد المولد،
وبالفعل يعني كانت بالمساواه فهد. نعم. في الاتحاد ومصطفى في الاهلي ايضا، خاصه انه فريق يعني للحقيقه وللامانه الفريق الاهلي يعاني من بعض النقص من بعض اللاعبين، وبصاص قدم بالامس واحده من اجمل مباريات هذا الموسم، وظهر يعني على حقيقه انه مكسب حقيقي للفريق الاهلاوي. لاعب شاب يقدم هذا المستوى في ديربي كبير، عاده مباريات الديربيات دائما ما يكون اللاعب متخوف قليلا خصوصا لما يكون اختبار حقيقي له. اللاعب شاب قدم امس واحد من اجمل مبارياته، كان له دور كبير في الحفاظ على منطقة الدفاع الأهلاوية، لذا عرفنا أنه هناك نقص كبير، وكان بالفعل هناك حرج كبير أمس واجه الفريق الأهلاوي في بعض الكرات اللي يعني كان في تفوق الأهلاوي فني داخل الملعب، لكن كان في بعض الخطورة وكان له دور كبير بالإضافة إلى بالمينو في التصدي لهذه. فأنا أعتقد أنه حق مشروع الفريق الأهلاوي، أيضا نطالب أنا أيضا من هنا كيف نوافق أنه هو إذا جينا يعني حق مشروع للفريق الأهلاوي يعني أيضا للمنتخب حق. نعم نعم، انا اقول لك انه حق مشروع انه يطالب الاهلي لانه يعتبر دعامه حق، مطالبته حق يعني. نعم، واحنا الان يعني في منعطف خطر بصراحه، يعني الان هو كتوزيع مباريات. نعم. عشان يدعم ما قلت الاهلي الان نبيل انه اخر مباراه في الادوار في الجوله الاولى في الادوار التمهيديه في مباريات المنتخب بتكون تاريخ 8 والمباراه 10، يعني مباراه الخميس والسبت النهائي الاسيوي. نعم صحيح، بس انه يعني اعتقد ان وجوده في مباراه مثل المباراه النهائيه يعني دعامه كبيره للاهلي، وممكن يعوض المباريات القادمه حتى لو اضطر يعني انه لو بطائره خاصه اذا كان دورك مهم في المنتخب انه ينقل الى. فانا اعتقد انه يعني تواجد مع الاهلي في مباراه مثل هذه خاصه. لا هو البطوله في دبي، ودبي دبي ما تحتاج الى طائره خاصه، الرحلات الى كوريا بشكل كثير اي واكثر من طيران في نفس اليوم. ايضا يعني تعرف ان احنا الان يعني بصراحه احنا بحقيقه في الكره السعوديه بحاجه الى انتصار على الاقل يعني يحفظ لنا بعض. بس هذه فيها انجاز نبيل، فيها تاهل الى كاس العالم ايضا، ايضا فيها خصوصا انه البطوله الماضيه كنا المركز الرابع، يعني انت تدخل البطوله وانت مركز الرابع. يعني انا اعتقد المنتخب فيه اكثر من لاعب ممكن يعوضنا، لكن فريق الاهلي يعاني الحقيقه من عدد من الغيابات، كامل موسى لا مصاب غير متواجد، يعني يمكن حتى ربما على حسب ما سمعنا انه منصور ايضا راح يكون غايب. فاعتقد انه وجوده ضروري جدا في مباراه مهمه ونهائي مهم جدا للفريق الاهلاوي. جميل. سمحت لي محمد بس علشان موضوع التعاون لو نرجع له بشيء. ممتاز، انا كنت بسالك عن بيان الاتحاد ايضا السعودي ولذلك اربط الموضوعين في بعض. كحق للتعاونيين كحق اعلامي علينا بما اننا ظهرنا لهالبرنامج كثير من التساؤلات وردت عن المواد التي تم يعني انتقائها من وجهة نظرهم لمعاقبة هذا اللاعب. أنا تتبعت المواد التي تم تطبيق العقوبة بموجبها، سواء المادة 9 تقسيم 1 أو 11 تقسيم 3 أو 12 تقسيم 2 أو حتى 48 تقسيم 1 تقسيم 2. كل هذا التسلسل اللي ذكر فيه القرار العقوبة اللي صدر بحق نادي لاعب نادي التعاون كان وفق تسلسل قانوني، ولكن ما مدى أحقية اللجنة في تطبيق مثل هذه المواد بالذات، أو هل هي اتبعت المادة المعنية بتلك العقوبة؟ هذا ما يوضحها عن طريق لجنة الاستئناف بحكم أنهم هم الأشخاص القانونيين الذين يستطيعون تقييم مدى صحة يعني الشروع في هذه المواد دون غيرها. ولكن بموضوع أنه مثلا يعني من الأشياء التي يحق للجنة أنها تخفف العقوبة، الكل كان يعني يقرأ في لائحة العقوبة الانضباط أنه الغرامة تكون 30,000 ولكن هي خففت إلى 15,000 على اللاعب، وهذا حق متروك للجنة الانضباط وهذا منصوص عليه في المادة 10 تقسيم 2. يقول تقرر اللجنة مدى مخالفة كل مشارك ويجوز أن تخفف العقوبة تبعا لذلك على ألا يتعدى التخفيف الحد الأدنى العام للعقوبة. ممتاز. لأنهم هم من ضمن المآخذ قالوا طيب بما أنكم عاقبتوا ليه ما تدفعون اللاعب 30,000، اللاعب دفع 15,000 لهم الحق في أنه أيوة. بس ما ينزل تحت الحد. أنا أتوقع أنهم راعوا يعني الجانب المالي للنادي أو للاعب أو لمن سوف يدفع العقوبة واتجهوا لهذا المنحنى، وهو من خلال يحق لهم الاتجاه يحق حسب المادة 10 تقسيم 2 يؤخذ فيه وضع النادي واللاعب أو يؤخذ فيه حجم الخطأ. قلت لك هو المجال تفسير اللائحة تركها للاتحاد، وهذه مشكلة يعني لا أستطيع أن أنا أبني يعني جوابي. ممتاز. بدون أني أعرف جميل. على ماذا بني من قبل يعني يرجع للجنة، ولكن هذا حق لهم في الأخير، هذا حق لهم. ممتاز. مارسوه هذا يعود. ممتاز. إلى كيف أدير الاجتماع وكيف تم التصويت على مثل هذه. ممتاز. القرارات، وهذا الحق الإعلامي علينا يعني علينا تجاه نادي التعاون أن ما نهمل برضه يعني مثلا بيان زي كذا أننا نناقشه إعلاميا. جميل. أنا في البداية قلت كحق قانوني مفروض يتجهون إلى الاستئناف
أول ويوفرون هالجهد في هذا الجانب. بيان الاتحاد السعودي بأجله إذن حتى نتحدث عن أحداث المباراة، نربطه بأحداث المباراة وصدور البيان عن أحداث البارحة. خلينا الجانب الأخير فقط، يمكن ما نتحدث عنه كثير، لكن شيء أنا بالنسبة لي والله أفرحني، لأنه لنادي الفتح، يعني أنه نادي الفتح سيعقد مؤتمر لإعلان توقيعه مع إحدى شركات السيارات، وأنه تأتي شركة راعية لترعى هالنادي. شيء جميل بالنسبة للنادي مثل نادي الفتح، أنه تأتي لشركات عالمية. حصلت مرة مع الاتفاق، كان يلعب موسم بدون راعي. الفتح الآن ما يقدمه يستحق، وتستحق هذه الإدارة النموذجية فيها الكثير. سننتقل إلى قبل أن ننتقل إلى أخبار الصحافة، اليوم لعبة انطلقت عدد دوري زين للانطلاق، ولعبة اليوم مباراة الاتفاق والشباب والهلال والفيصل، سنتحدث عنها في تقارير مفصلة، ولكن سنشاهد أهداف هذه المباريات، الأهداف اللي حدثت في هذه الجولة في هذا اليوم. تطلع محاولة الجيري يبعد عن والبي، والبي يتلقى التمريرة، ممكن يا ولد، برافو، وسجل منها يا ولد يا لعيب. يعني المداخلة الجسمانية إلا أنه تقدم الاتفاق، تيقالي يبحث عن تسجيل فايد سبيعي. أوه فلاتة يرد سريعا على الاتفاقيين، يعني الشعبيين بحيل أمه وبيه في باتجاه المرمى. عدلها واحد بالنسبة لي المضغوط على مرمى الاتفاق، كرة سريعة الآن للاتفاقين بينيات حلوة مرة أخرى، حلوة باب المرمى، يا عيني F16 ديم سكورة يا ابني، ديم الليكة والله، لعبة حلوة ملعوبة عرضية جول، كرة لصالح الاتفاق الآن يا ولد يا لعيب، والله حلوة مرة أخرى الاتفاق، يا عيني يا 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 حلوتك يا جمالك يا حلوة في اللمعة السابقة. هذه بالنسبة لأهداف المباراة اليوم، سنشاهد في تقرير بالنسبة للهلال والفيصلي إن شاء الله. نشاهد هدف الهلال الآن، ثم سنتحدث عنه بالتفصيل عن المباراة في التقرير. نشاهد الهدف الذي جعل الهلال ينطلق إلى صدارة الدوري. ويستي لوبيز البرازيلي الذي جاء في الساعات الأخيرة لتسجيل اللاعبين، لوبيز هدف أول للهلال في الدقيقة 11، هدف أول للهلال في الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة الثاني من ركلة جزاء، وجاءت كرة بعد حركة. أنتقل إلى أخبار الصحافة، اختيارك أخي نبيل كان يعني لأي موضوع ومن أي صحيفة؟ والله الرياضية كان اللي هي تصرف إبراهيم هزازي أظن في صفحة رقم 7، الله يفشله بالعامية. ممتاز. بالنسبة لل العنوان والصور، هو فقط على إبراهيم ولا على كل ما حدث؟ هو على كل ما حدث مسيء. بس الحقيقة يعني هو بطل ما شاء الله، اللي كان فارد عضلات إبراهيم هزازي، يعني بصراحة كان تصرف، أنا يعني كل ما يمكن العنوان العريض، يعني أي كلمة تبعد عن الروح الرياضية بأي لغة بأي لهجة ممكن نضعها تحت هذا التصرف. بصراحة إبراهيم هزازي أمس كان يعني أعطى صورة سيئة جدا للاعب، ما كان يجب أن تظهر هذه التصرفات التي كانت بالفعل، يعني أنا أمس لاحظت أنه يعني حتى يمكن في تحليل الأخوان في المباراة قالوا أنه كان ما له داعي تدخل الكم الكبير من رجال الأمن. أنا أعتقد لو لم يكن هذا التدخل لا يمكن حصل شيء لا يحمد عقباه، خصوصا أن احنا شفنا توافد بعض الأعداد من الجمهور، يعني صحيح الملعب ردت فعل على ضرب لاعب. والحقيقة يمكن في أكثر من لقطة، يمكن التلفزيون ما جاب اللقطة نفسها، لكن في هناك كاميرات أخرى جابت اللقطة، كان الحقيقة هجوم يعني بصراحة مقزز من إبراهيم هزازي بصراحة، ركل اللاعب منصور مع صافرة الحكم كان جدا مسيء، يعني بشكل لا ينم على أن هناك لاعب كرة قدم ممكن يتصرف بهذا التصرف حتى وإن خسر. يعني مباراة فوز وخسارة، وعارف الأهل يعني خسارة الاتحاد لهذه المباراة لا يقل أبدا من إمكاناته من نادي كبير حقق كأس آسيا في
متاهل الأندية العالم مرتين او مرتين. الاهلي كان هو الافضل حقيقه، يعني اذا كنا منصفين كان الاهلي الافضل في المباراتين كلها. صحيح. فنيا كان الافضل، تفوق، وكانت ربما ان النتيجه كانت قليله في حق الاتحاد بصراحه. عموما يعني انا صراحه بعد. ارفض، يمكن الزملاء كلهم وكل من شاهد هذا يرفض هذا التصرف من ابراهيم هزاز. جيد. اختيارك اخوي عبد الله في الشرق الاوسط. والله اختياري الشرق الاوسط عن مباراه الارجنتين الوديه مع المنتخب السعودي. طبعا اتمنى انها تكون عوده للمباريات اذا ما صح التعبير من الوزن الثقيل، عوده ان نشاهد النجوم الذين شاهدناهم في كاس القارات عندما حضر المنتخب الارجنتيني سواء في النسخه الاولى او الثانيه في كاس ما زي باتستوتا او ريدندو او كانيجيا او فيرون او اوسكار او 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 اورتيغا او اي اسم من هذه الاسماء. انا اتمنى من الاتحاد السعودي الا يقدم اي تنازلات في حضور اي نجم من الارجنتين. ما في تنازلات، انا اتمنى ما دامك موجود انا اتمنى، لانه كلهم موجودين وعلى راسهم ميسي. احنا محتاجين الى خضه كرويه للشارع الرياضي السعودي الذي اصبح يعاني من الاحباطات الكثير. وعلى الجانب الاخر اتمنى هو البعض ياخذها اخي عبد الله انه المنتخب بيلعب مع المنتخب السعودي، ما راح يجي ميسي ولا راح يجي. هو المنتخب الارجنتيني ما ينظر له بهالشيء، ينظر له مباراه وديه سيستفيد منها بكل الجوانب. ولكن برضو طبعا انا اعين مثل هذه الامور تدخل فيها تكاليف ماليه واسماء ونجوم، ويختلف. قد يحضر الارجنتين مثلا بصف ثاني وهذا حق مشروع له. هو أعلن اذا ما كان الاتفاق بينه وبينهم انه صف ثاني. لا يعني هو اعلن القائمه. ممتاز. اعلن القائمه اللي يعني اللي ناقص منها كنجم تيفيس. احنا زي ما يقولون احنا صدى للشارع، يعني حتى معلومات بسيطه ربما لم تظهر، يعني يعني في النجوم اللي في اوروبا سيحضرون ايضا من اوروبا. يعني هذا ما نتمنى. انا اتمنى، ومقابل هذا انا اتمنى ان يكون هنا يعني هناك دعايه اعلاميه موجهه بشكل صحيح تليق بحضور يعني منتخب بحجم الارجنتين ويوافق حجم منتخبنا اللي احنا محتاجين لهالمباراه. انا اتمنى 13 يوم على المباراه قريبه جدا. انا اتمنى ان تستغل هذه المباراه في شتى المناحي، مناحي دعائيه، اعلاميه، يعني تحريك الشارع الرياضي، اعطاء اهميه، تصور للشارع الرياضي. ما المقصود انت بتكسب من هذه مشاهد المباراه؟ تكسب مشاهده مو فقط وطن عربي الان. نعم. اللي يحبون الارجنتين. نعم. في الخارج بيتابعوا. انا اتمنى يعني ان هالمباراه بالذات تدار باحترافيه في شتى الجوانب، تصنع فيها حضاره حتى في المدرج. نعم. يعني ليست مباراه عابره تمر على المنتخب السعودي وتنسى. لا، لابد ان يذكرها حتى الاجيال، لان السؤال كم مره سوف يحضر المنتخب الارجنتيني الى السعوديه؟ هنا السؤال الهام. سنتواصل معكم في الكثير من الامور. انا يعني في الايام الماضيه قصرت قليلا في حق من يتواصلون معنا عبر حساب البرنامج في تويتر كرة روتانا. نشكرهم جزيل الشكر على تواصلهم الدائم ونسعد بما يشاركوننا به عبر البرنامج. أشكرهم وكل من يتواصل مع برنامج كرة عبر جميع وسائل التواصل على الإنترنت مع البرنامج. سنتواصل معكم نحن أيضا في تقارير هذه الحلقة وفي أكثر تفاصيلها بعد وقفة قصيرة. الاتفاق يعصف بأوراق الشباب والهلال يزحف للصدارة بنقاط الفيصلي.